شهدت وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني كادي إليزابيث بمنتجع دقية السياحي افتتاح أعمال ورشة تقييم ودراسة التقرير حول توفير الفرص والحاجيات الاقتصادية للفتيات والآنسات بأقاليم البحيرة حجر رميس كانم والسلمت. آدم أبو بكر إدريس. تفتقر مدن أقاليم البلاد الأربع كانم البحيرة حجر لميس والسلامات إلى عوامل أساسية كتأمين الغذاء والأمن والصحة والتعليم والترشيد الإداري، وهذه كهجر عثرة في طريق النمو السكاني المنتظم، وهو ما حفز شركاء البلاد كالبنك العالمي والمنظمة العالمية الداعمة لمشروع استغلالية المرأة في تنامي الإحصاء السكاني وتأثيراتها الاقتصادية. كان هذا هو المحور الرئيسي في دعوة 6 رؤساء الدول في الساحل كالنيجر وموريتانيا والساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي، بالإضافة إلى البلاد، بالسعي لأجل تأمين الغذاء في الساحل واستغلالية المرأة في الإحصاء الديمغرافي. وفي مستهل اللقاء جاءت كلمة المنسق يوسف أواري، والذي أشار إلى أن الدورة تستجيب لدعوات استغلالية المرأة في الشريط الساحلي تحديدا في الأقاليم الأربع للبلاد، والعمل على فتح فرص ودعم مشروعاتها الحيوية كالصحة والتعليم وتنظيم الأسرة. وبعده قدم حاكم إقليم حجر لميس أليو عبد الله آدم كلمة رحب فيها بالمشاركين والقادمين من الأقاليم كانم والبحيرة حجر لميس والسلامات، آملا أن هذه الورشة تدرس آفاق مستقبلية لأجل التركيز والاهتمام بالمرأة والنهوض بها في أرقى المستويات، وأن فتح الفرص أمام المرأة لهو دليل على محاربة الفقر وتنظيم النسل وكسر المعوقات عبر تعليم البنت وترقية المرأة وحماية الطفل، مما يساعد في الإحصاء والنمو السكاني. وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني كادي إليزابيث، والتي تناولت في كلمتها التحديات الماثلة أمام المرأة في تنامي الإحصاء السكاني، وإن دعم مشروعات المرأة الهادفة إلى استغلاليتها في الاقتصاد وتمويل برامجها التنموية وافقت عليها مجموعة رؤساء الدول الستة في الساحل، وترمي إلى تطوير المرأة وتوفير الفرص أمام البنت في حقها التربوي والصحي واختيار الأقاليم الأربع نتيجة لمواقعها المتاخمة مع الحدود لدى دول الجوار ودعم قطاعاتها الحيوية وفتح الفرص واستغلاليتها. وللتذكير فإن الدورة تستمر 3 أيام على التوالي بمنتجع الدقية السياحي. قام حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركي بزيارة لقرية جايا بضواحي مدينة مسورو حضرة الإقليم، وذلك بهدف تشجيع المزارعين في تلك القرية بغية رفع الإنتاج. وقد رافق الحاكم في هذه الزيارة بعض من معاونيه. محمد حسن آدم. بهدف تشجيع المنتجين الزراعيين وسكان المناطق الريفية، جاءت زيارة حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركي إلى مزرعة السيد شريف محمد جوني بقرية جابا التي تبعد عن مدينة مصرو حاضرة الإقليم بحوالي 40 كيلومتر، كما أن مساحة المزرعة تقدر بحوالي 12 هكتار ومزودة بسهريج للمياه، وتزرع فيها مختلف أنواع الخضروات والبقوليات. رئيس الدولة دائما جزاه الله خير يقول يعني أنتوا سووا يعطوا كل بسهريج مزرعة في دارة، عشان ده شغل البيجي بقدر بسي فوقها الناس بسكنوا في مكاناتهم. عشان كده بس شلنا النية وعندنا النية إن شاء الله في المستقبل ذاته دايرين نسوق كل مكان ده في مناطق عندنا ده كله. كان عندنا أفكار ناس الخطو الهل ده وناس عندهم جردين، هسا ده قاعد والآخر قاعد آخر قاعد، دايرين إن شاء الله نكتاتف ونسوق كله كده. يعني معيشة هنا الشعب ده ما يمشي في جنوب ولا شمال، إن شاء الله يسكنوا في مكاناتهم ويلقوا معيشة هنا. المندوب الإقليمي للتنمية الريفية عيسى هليكي في كلمته أشار بأن هذه البادرة تطابق مع سياسة السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تأمين الغذاء للمواطنين. من جهته حاكم الإقليم طاهر بركي طلب من أبناء المنطقة الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد الوطني. وعلى هامش الزيارة فقد تم تقديم شهادة
إمدادات تشجيعية لصاحب البادرة شريف محمد جوني وبعض من سكان القرية إرفانا لما بذلوه من جهود ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة الخاصة بتنمية العالم الريفي.